السلام عليكم ورحمة الله في الأول. مازال الإنتاج هذاك يعني شريط تاع سقوط خيوط الوهم، شو راك التيتر تاع رومو سقوط خيوط الوهم. مازال هذا الفيلم هذا يثير ويكشف بزاف أمور اللي تدل على أن العصابة الحاكمة في حالة ما تحت الصفر، في حالة ما تحت الصفر، وعادوا ما يمنوش في بعضهم. آخر خبر، وهذا الشيء أكيد ما فيش جرام شك، أنه الفيلم هذا من إنتاج المخابرات الداخلية، مديرية الأمن الداخلي اللي يرأسها عبد الغني رشدي، ما في حتى شك. والغريب علاش هالمديرية تروح تدير حاجة وتلصقها في مديرية الأمن الوطني في الشرطة، وعلاش تلصقها في الشرطة لما تشوف باللي هذا الإنتاج هذا الرديء كشف غير العمالة، كل جماعة كلهم عملاء تاع المخابرات، ما همش تاع لونسينيمون جينيرو، ما همش تاع الاستعلامات العامة تاع الشرطة، كلهم خدامين تاع مخابرات. الأول هذا كان مترشح أراندي، وباش يدخل كلاراندي وكذا كلهم تاع حزب النظام تاع مخابرات، من الاول اللي نشاتو المخابرات. هو في الاول كان راح ياسو محمد بتشين باش يدير حزب ليه، ومن بعد ولا دار داوهولو تفلتو فيه وكذا، حطو يحيى نحاو بن بعيبش اللي كان خيرو بتشين. المهم حكايه اخرى، ولكن هذاك الاول تاع المخابرات. الثاني اللي هو طاهر شارف، واللي ظهر عساس في سفارة الجزائر في ألمانيا من القنصلية، خدام حزام عند المخابرات، زفاف برتبة زفاف. وهنا أعطاني فرصة باش نعتذر إلى زهير بوخليفة، مناضل زهير بوخليفة اللي هو أول من اكتشف هذا الشارف، هذا طاهر الشارف هذا أول من اكتشفه وحط الصور ديالو ودار عمل جبار. وللأسف الإخوان اللي نقلوا لي عن طريق الإيميل ما قام به الشاب المناضل هذا حطوا اسم زاهر في عوض يحطوا طاهر شارف، حطوا اسمه. أروك هو اللي كشفوا، وهذا مناضل، هذا مناضل تاع الصح. نعتذروا له على كل حال، ونحييوه على الشيء اللي قام به، لأن الشيء اللي عم يقوموا به مواطنين بسطاء عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. مخابرات تقدرش تقوم به. شوف راحوا يجيبوا لك الثالث، درك ثلاثة ما كانوا ثلاثة، ما هما حبسوا 17 قال لك، وجابوا غير ثلاثة. دونك الثالث اللي هو كمال شتي، جبدوا له في مواقع التواصل الاجتماعي الأدريسة تاع دارهم، وخاوتو عنده هو كبير الدار، وإنسان مسالم تاجر وكذا، ولكن بالك مزفاف. خوه شرطي يقول له خالد، وخوه سيد علي كان يخدم في المخابرات قال لك وهبلوه هاد، وخوه شتي جمال واحد اخر هذا، وعندهم دارهم في التماريس في شارع اليف تماريس المحمدية. شوف الشعب جبدولو كلش، يعني ثلاثة هادو تاع مخابرات جابوهم يخدموا بهم وداروا يعني شيء رديء، وهذا بنى عليه شرشبون تطر الجمهورية، رئيس الجمهورية
بن علي وقال عندنا ادله بالصوت والصوره انه المغرب دخل الحكايه هذه. يا خابتي تعرف بادلوا بالجزائر، بادلوا بالجزائر. هي ديجا المخابرات لما داروا هذا الفيلم كوف بوي هذا ما كانوش مقتنعين به وحاشمين به، حاشمين به لانه اوامر جاتهم من عند زوج دواب، عبد الغني راشدي والضاحي نعم، قال لك انا نديروا هكذا وديروا عملوا دبروا عليهم زعما مخاخ. عرفت النيفو تاعو يتكركر، والضاحي عاشور النيفو يتكركر، واش من نيفو عنده باش يجي يدبر السيناريو. وعطاه واحد كان راه يكتب على روحو لي رومو خير له، داير تيتر تاع رومو يكتب ويصولي في السم شنو كوشي دي سولاي وكذا، يعني شي بايخ. حتى الاسرائيليين ردوا على هذا الفيلم هذا وبهدلوا الجزائر. ما نش حاب نجوز الرد تاع الاسرائيليين حتى ما نروج لهمش، سمعت؟ ولكن لما تعطي لعدوك فرصة باش يضحك عليك روح خبي وجهك، روح خبي وجهك. ربي قد الخير بلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. صحافيها ليش عقبها صحافيها.